أهلين بابا، كيفك أنت؟ أنا ماشي الحال، منيحة. شو بدي أقول لك بابا؟ بدي إياك تشوف لي شي دلال مشان البيت هون. مالي حابة أقعد بالبناية. لا لا ما قصدي، قصدي مو حابة أقعد بالبيت هاد. بالنسبة للورثة ما في مشكلة. لا لسه ما حكيت، بس بعرف شو ردة فعلهم. اصلا هن احسن منه بمليون مره. طيب ما اختلفنا، الله يرحمه. بابا الله يخليك، شوف لي الوضع باسرع وقت ممكن. ايه طيب شكرا. لا لا ما بدي احكي مع ماما هلا، بعدين خاطرك. لك مو مصدق حالي اني شايفك يا سيدي. لساتك على حالك مثل ما انت. لك انا ما بتغير، انا مو من اللي بتغيروا. لا تكون عم تلمح لي شيء ثاني. لك لا يا رجل، معقوله؟ لك يا سيدي شو رايك نشرب لنا شي فنجان قهوه قبل ما نطلع نتغدى؟ ايه لك بزمتك القعده هون ما بترد الروح. لك ايه والله، البيوت العربي غير شكل، بس كله صار مطاعم واوتيلات الله وكيلك. لك سيدي من حسن حظي لاقي لي قرن مرتب وظريفه، ما تكون منفعت مثل كم نجمه. تفضل تفضل. يا هلا والله يا معتز. علي يا بالسلام. كيف الشباب؟ ماشي الحال الحمد لله. باينه يا اخي باينه، اكيد في ترتيب من تحت لتحت صاير بيناتهم. والله انت امرك عجيب. يعني كنت دائما تليفونات الزلمه وجياته لعنا مش عم ينحسب علينا. هلا بعد ما تغير مثل ما انت عم بتقول صرت عم تنقر عليه انه عملوا شي ترتيب. شو بك؟ في مشكله شخصيه بينك وبينه يعني؟ انا؟ سم الموت. بس هيك العالم عم تحكي لك اخي، انا ما دخلني. لحق يصير حكي عالم؟ ما صار له الرجال كم يوم وصلان؟ كم يوم؟ ليش هو مو امبارح اجى؟ لا صار له كم يوم، بس امبارح رسح له يجي لعنا. شو بكي كانه مالك نفس؟ في شيء الاكل؟ ولا لسه معدتك واجعتك؟ لا منيحة عم باكل منيحة. عصري على ليمون. اسلام. برافو عليك معتز. كل خطوة من هدول بتخلي الأمور أبطأ. بس في واحد منهم نفذ. مات. مات تقول هربان من المحاسبة. بس البقية والمستشفى وكل شيء كان يغطي عليهم رح تكون وقعته وخيمة. على فكرة هي مو أول غلطة. بس هي أول مرة بيكون في دليل واضح ما بيقبل الشك عليهم. يا زلمة تجار العادي. يا سيدي برافو عليك. أنا طول عمري من يوم اللي تعرفت عليك وبقول معتز ما بيقبل إنه الخطأ يمر قدامه. أنا إذا بنسى كل شيء بحياتي ما بنسى كلمة أبي الله يرحمه يوم اللي أنا قررت أدخل طب. الله يرحمه. يوميتها حطني وقعد وقال لي يا معتز الطب مو وجاهة وعز ومصاري وهالقصص، الطب كلمتين وبس، رسالة ومسؤولية. رسالة لأنه مهنة نبيلة جدا، ومسؤولية لأنه الغلط مو مسموح فيه نهائيا. اللي إذا مالك أدران تتعامل معه بهالطريقة فبالا لك يا. مع أنه يا رجل كل أب بهداك الوقت كان يتمنى أنه ابنه يدخل طب. لهلأ ولهلأ. أما أنا أبي قعد يحكي معي هذا الحكي، وصدقني أنا كل يوم بتذكر كلماته. الله يرحمه. تعيش. أخي شي اللي أنا ما عم بفهمه، بدهم إياها تجارة أخي لي تكون تجارة. بس هلأ لما الواحد بده يكون تاجر مو لازم يبذل جهد لحتى ينجح. ليش أصدقائك هدول مصرين على الفشل؟ أنا ماني عارفان. أصدقائي يكتر الله خيرك يا سيدي، هدول ما بيسعوا للفشل لأنه هن أساساً فاشلين. داخلين على الكلية بشي دعم، ومتخرجين بشي دعم، وشارين اختصاصاتهم من برا بالمصاري، ومع الزمن التموا على بعضهم، لأنه أمثال هدول بيغطوا على أخطاء بعضهم،
أما لو اشتغلوا مع دكاترة حقيقيين أخدين المهنة رسالة ومسؤولية فأكيد ما رح يسكتوا عليهم. يا رجل مافيا مافيا حتى هون مافيا. لعمة كمان عندكم هيك؟ لك أنت أدرى، أنت بتعرف شهوة المصاري وقت بتسيطر على شخص شو بتعمل فيه. يا رجل أفظع من أي إدمان. سيدي معك حق، هلأ على سير شهوة المصاري هلا يمكن أنا راجع وما أكون خالي الوفاض. إذا توفقت رح يكون في، ولإلا بعدين خلينا نعرف ناكل. لك شبهك يا رجل، تقول مو آكل من أسبوع. لك كل سنين عم باكل من أكل فرنسا، هلا هو طيب بس أخي أكل الشام لا يعلى عليه. بس بدك تنتبه لصحتك. ها أخي شيني من نصايحك، رح أقول لك شغلي بتضيفها لنصايح أبوك الله يرحمه. طيب هلا إذا بتكون مبسوط ما في شيء بيأثر عليك، وأنا مبسوط إلى أقصى درجة. يا سيدي صحة وأنا. وكلامك مزبوط، تأثير الحالة النفسية على الصحة مثبت ومعروف. بارك خليك، خلي لي حالتي النفسية عال العال. ليك ها إذا بتقلي واقف عن الأكل بكتئب، والحاني كأنك بتلحاني. خلص خد راحتك كور صحتين وأنا. بس شو كنت بدك تقول؟ ما رح ترجع خالي الوفاض؟ بعدين أخي مد إيدك مد. تفضل. اشتموا. لا 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 عن جد ما بقدر حسام، بدي أطلب منك طلب إنك تجيب لي عنوان نديم بالضبط، لأن من هون لشهر بخلص امتحانات بدي أحمل حالي وأنزل على بيروت، يعني لازم أعرف شو القصة، حاول أعرف شيء. طيب خلاص يعني نجرب نجيبه، بس يعني ما بظن إنه يبين شيء. لك لا لا ما قصدي إنه ما يبين شيء بنوب، بس يعني ما بظن إنه يعني إذا لقينا البيت يعني نستفيد شيء. بس ما بحسن أترك الموضوع معلق هيك، لازم أعرف شيء. طيب بس وينك؟ بكلمة واحدة ها، مو انتي رح تسافري، انا رح سافر. يعني هيك ما بنقعد مضطرين نستنى الفحوص، اول ما بيوصلنا العنوان بحمل حالي وبسافر، انا ما عندي فحوص. كلمة واحدة قلت لي؟ شو؟ شو الاسلوب الحضاري؟ إلا كان عمو، نحن بنقول كلمة واحدة بس وما منتنيها. والحقيقة انت بتأمر، انت بس هون. بس بهي القصة تحديدا انا شخصيا لازم اروح. طيب خلص مثل ما بدك، هلا بس يصير وقتها بنحكي فيها. من ثواني كانت كلمة واحدة ما بتتنى، هلأ صار بينحكى فيها. خلص بقى خلصينا يا، بكرة فحص، ناس قاعدة عم تدرس وانتي قال شو عم تدوري على أخوكي. بس أنا دارسة ودارسة كتير منيح، مو ناقصة غير شوفتك وقت بشوفك بحس حالي هيك أسعد وأقوى، بالتالي بصير أنجح. أسعد؟ شو شكله بين عمتك شاغل بالك إنه؟ لا والله شكله شاغل بالك أنت. شي بملل، لو اعمل لي شي شغله مشان غدا بكره بيكون احسن. فلان هذا شلون بيعزب حاله هيك يعني؟ شو هالذوق هذا؟ العب على العالم، شو ها؟ اكرم تعليقاتك بهالفتره مدري شلون صار. لازم تتذكر انه سالم رفيق ابوك، لازم تستقبله مثل العالم. ولا صحيح؟ انت ما كثير بهمك الشغلات اللي بتخص ابوك. للأسف يا صديقتي سابقاً زوجي يبدو محتفظ بكل رسائلك ورسائل غيرك على فكرة. الحمد لله على موبايلي. بكفيني إني عرفتك على حقيقتك. هاي جبت شاورما، يلا تعي كلي. شو بك لميز؟ لا ما في شيء. شاورما أختي شاورما، أنا معدتي تعبانة عم تجعني وشاورما. هلا ما تحسنتي من امبارح لليوم؟ ملح منيحة.
يلا يلا تعي، هلا على القعده معنا بتفتح نفسك. يلا يبدو انه هذا كان شريكه لهذا البطيخ وهذا الزفت. نعم شريكه. هلا انت ادرى بالموضوع، بس بقى يمكن وقعته هذا وطلعته لبرا خلت ظروفه لهذا زهير تقرب تستوي. انو تستوي؟ هذا زهير فاتح 100 خط مثل الاخطبوط. تخيل انا خدمت باربع مديريات ضمن وزارتين، بكل مرة كان يطلع لي، تخيل، بالصحة، بالإنشاءات، بالكمبيوتر، بكل محل بيطلع لي بوش. يا سيدي مظبوط، بس مثل ما عم قلت لك أنا بهاليومين ثلاثة في إيدي طلعة على باريس. ما بعرف، حاسس إنه أنا رح أرجع معي شغلات كثير مهمة. رح تخلي لي هذا زهير المنفوخ يصير هالقد، يعني ولا شيء. إن شاء الله. بس بقول لك، ما أنت كنت مسافر، ليش ما نهيت كل شغلك؟ مو احسن ما تسافر مره ثانيه يعني؟ يا زلمي انا صدقت. الله وكيلك، انا كنت عامل حجز مبدئي قبل ما اتاكد، ولما اتاكدت يا فكيك. لكن انت بتعرفني، انا اذا بغيب عن الشام شهر واحد بتطلع روحي، كيف بقى 6 سنين؟ هلك مبدئيا انا لازم ادور على مكان هيك يصلح انه يكون دار نشر. اسمعي، بدي ادور على دار نشر هو قاعد بالاوتيل، لك يا اخي دور على بيت بالاول. سيدي البيت ملحوق عليه، المهم هلأ دار النشر، هذا أهم شيء عندي. دار نشر؟ لسه في حدا بفكر يفتح دار نشر بهالأيام؟ طبعاً مدام، لسه في ناس بتهتم بالقراءة ودور النشر وبالثقافة، أكيد، أكيد في. لا مو قصدي، بس أنا شايفة كل الناس عم تجي على الإنترنت، ما عاد حدا اهتم بالكتاب. ليكي مدام، يوم اللي بتوقف فيه القراءة هو اليوم اللي بيوقف فيه التاريخ، تأكدي. يا سيدي نرجع لحديثنا، ممكن فعلا انه يكون في من ايديك يعني وثائق مهمه. هلا ليك بلا ما ندخل بالتفاصيل منيح، خليني اتاكد قبل. بس تعرف انا كثير مرتاح. انت ما راح تحكي شو بكي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي كمان ابدا ما في شيء، بس أنا على فكرة لسه ما نسيت هذاك الموضوع. كان موضوع ما خلصنا بقى، مو عيب عليكي؟ كأنا هلا مخطوبة مخطوبة. إيه وأنا بالأول هيك قلت لحالي وصدقت، بس بصراحة رجع الفار يلعب بيعبي، لأنه أنت من وقت ما توفى الدكتور ماجد مالك على بعضك. ما شيء طبيعي، الزلمة جارنا ومرته رفيقتي يعني بتعرفي. أيوه هون حطنا الجمال، مرته. كأنه اللي قالت إنه ما رح تتركها لمرته تاركتها. لا تقلي لي مادتك من شانجي، لأنه كان يبقى القريب هالكيك وأول ما تدق لك تصيري عندها. بس ما كرمال الله، هي السيرة أنا بتضرب لي على عصبي حاجة بقى. ها شفتي؟ معناتها معي حق. وإيه معك حق، إيه معك حق. ما أنا لازم أحكي لحدا، ولا بصير عم بمشي وعم بحكي مع حالي. وهي هي وتعرفتي بالقصة كلها. لك ايه شو صار؟ لك مو صار اللي صار بزماناته وانا وقفت القصه مثل ما انت بتعرفي. بس طلع الافندي محتفظ برسائل لي، رسائل قديمه يعني على موبايله، وسهى شافت هدول. شش شبيك بدك الكل يحسوا. ولي يا لميس ولي، لك سهى عرفت؟ لك شو صار شو صار؟ شو قالت لك؟ شو قلتي لحكي؟ Thank you.
يا سيدي انسريت كثير لما دريت انه هو رجع مدير عام للشركة. نحن بحاجة كثير لعقول لامعة ونظيفة. وانسريت أكثر لما دريت انه هو رجع مدير عام للشركة اللي أنت بتشتغل فيها. والله وأنا انسريت كثير، فرحت. يا سيدي نجيب ما في منه. لا والله ما في منه. لولا هالقصة الأخيرة بينه وبين مرته، أم رامي يعني. أنت حاولت تسأله شيء؟ تعرف منه شيء؟ أو تعمل شيء؟ يعني الواحد شو ممكن يعمل؟ هلا الزلمه متزوج وزواجه مستقر وزوجته حبابي ورائعه وبتحبه. بعدين انا بطبعي يعني ما بحب اتدخل بهيك تفاصيل. هلا من فتره انا دريت انه يعني هو مرامي هيك على خلاف. بس واحد شو بده يساوي؟ خلص هذا نصيب، الله يوفقه اثنيناتهم. ليلك بسومه؟ قال صرتي صيدلانيه. بتركك صغيره برجع بلاقيكي عم تشتغلي صيدلانيه وما احلاكي. ليكي بدك تعطيني عنوان الصيدلية بدي زورك مشان اشوفك كيف عم تشتغلي. لك والله ما نفيتي براسي، لساتك انت عندي بسومي الطفلة الصغيرة البريئة. اهلا وسهلا عمو سالم، بتشرفني ايمتى ما بتحب. ملاحظين انه بسمة هي الوحيدة اللي بتقلي عمو؟ ايه انتوا لسه بتقولوا لي استاذ سالم. يعني على اساس كبرتوا. هي هي سيرة الطفلة البريئة الحبوبة. بريئة؟ لا يغرك المظهر، هي بريئة هي، بتاكل حقها وحق غيرها. إن شاء الله دايمة، أنا بتسمحوا لي لساتني مكركبة شوي. على راحتك عمو، بس إذا ضل الأمر هيك لازم تشوفي طبيبة. إيه إن شاء الله. بدي أشوفك أنت وأكرم لحالكم. ليش خير في شيء؟ بس شوفكم بنحكي. بتمروا لعندي بعد بكرة على الأوتيل؟ إيه خلاص أنا بنسخ مع أكرم وتليفونك معي. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله عرفت إنك رجعتي فيتي. منال منال صار الساعة 8 ماما، كيف بدك تقدري تنامي بالليل؟ مشان الله تركيني، مشان الله. بتعرفي أنا قديش مكسورة علي نوم؟ إلا ليلتين مو نايمة ماما، تركيني تركيني. ماما بعد كم يوم في فحص تاني، لا تفوتي الليل بالنهار. قومي تعشي وسري معانا شوي ورجعي نامي يا ماما. نامي يلا يلا لحقتك. لا ماني قايمة لتقومي قدامي. امي روحي لحقتك روحي. مبين كتير مبين. والله صحيت صحيت. ها ها منيح هيك؟ سبقيني لشوف. يلا أي سلوى؟ أي والله كنت نايمة. لك لا اليوم بالصبح قدمت امتحان وقبله كان إلي ليلتين هو نايمة فيهن وأنا عم بدرس. هل كان فارضة الليلة؟ لا والله ما بقدر. لك لا إيه بابا سمح لي بعرف، بس عندي امتحان. بتعرف شو يعني امتحان؟ ما في. هو هيك حكى؟ اي ستي معلش خليه يشتاق ويتلوى كمان. ايه انا بستاهله اكتر. لك ستي خليه. ماشي حبيبتي. الله يسلمك بحاكيك. باي. ليش بحبه العمو سالم؟ ما صدقت انت رايح لحتى اعرف احكي معي. ما خلصنا من الحكي بقى؟ لا ما خلصنا، بدنا نعرف شو بدنا نساوي اذا سوها حكت. لكي ما رح تحكي. وليش متاكده لهالدرجه؟ يعني هي اطيب من انه تحكي، هلا بالمشاكل بنوب. هي اطيب من انه تحكي، هي مو بس اطيب لك، هي طيبه بذاتها. ما عم بعرف شلون قلبك طاوعك تعملي فيها اللي عملتي. بس ما فهمنا بقى، فهمنا. انا ما حكيت لك القصه مشان تعدي تحاكميني كل ساعه والتانية. خلص غلطه وصارت وحكينا ليش هالغلطه صارت، وانا الموضوع وقفته عند حده. اف ما بعرف ليش ما صدقتك، لو كنتي موقفتي عند حده ما كان احتفظ بالرسائل تبعك لهلا.
مانك مصدقة؟ يعني فكرك وانا مخطوبة لأناس؟ لا 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 جنيتي انتي جنيتي، مو معقولة. شو بقى غلطنا غلطة صرت يعني ما بسوى؟ لك هديك شي وهي شي؟ لا حبيبتي ما في فرق بالمرة، بهديك كنتي عم تخوني رفيقتك وبهي اذا مزبوطة بتكوني عم بسمة. بس ما قومي اطلعي من خلقتي، قومي اطلعي من خلقتي، انا ما حكيت لك مشان تعدي تحاكميني كل الوقت ومن العيد. على فكرة مو انت اللي حكيتي، انا اللي عرفت لحالي. ايه لانه عرفاني اسرار بنت قوم حضرتك، يلا نلعي. لا شوفي شوفي ليش صارت مطالعة؟ شوفي عمتي صايرة ما بينحكى معها ولا كلمة، على العموم شغلة فاضية لا تشغلوا بالكم. ايه قوكوا صوتكم، اخفوا حسكم، فضحتونا قدام الجيران، العم بيقلكم كل واحد صاير شكل بين البيت. أنا أختك مو عاجبتني بنتي، حاولي تفهمي من نشبها يمكن تحكي لك إلك. الله يرضى عليك. مساء الخير. مساء النور. شو راح عمو سالم؟ راح من شوي، يعني انت ما كان فيك تضل وتعتذر عن درسك؟ هديك عطاك فت بالاوضه وانت رحت ما حلوه. لا ما كان فيني، بعدين ما تتكلمي انت. عمو سالم بيقدر شو يعيش لك. شو بده يكون بده؟ شو برايك؟ شو بتعتقد انت؟ والله انا ما بعتقد شيء، لانه مو كل تجارب الحياه بعد بعمل لها دراسه عما سينجم عن هذه التجربه. قصدي بمطلق الاحوال بنروح وبنشوف. تمسخر وتهضمن اكثر. هلا وقتها ليش؟ شو بهذا الوقت؟ يعني هو شو بفرق غير وقت؟ ما بعرف. مزبوط. ضايج ضايج لك اخي ضايج. والله حاسس حالي مخنوق. كل واحد بهالبيت صاير شوره من راسه. هي عزابي وهي كيف بكره لما اتجوز شو بده يصير فيه؟ لا 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 اطمن علينا ولا يهمك، تركنا نجرب ونحل مشاكلنا لحالنا. كبرنا اخي مو كبرنا؟ كبرنا كبرنا. يا الله عليك كيف تتمسخر. خلاص قسما بالله ما عاد احكي معك موضوع جد بحياتي. لا خلاص روق ابو الشباب. شو بدنا روق؟ ايه روح روح ما بدي روق. روح عن خلقتي روح. لك روح بقى. طيب ايه علينا؟ بقى يا عمتي لازم تعرفي هذا الحكي كثير منيح. انا ما عم بهنالي عيش معي هي البنت، انا وبعرف انه في بقلبك غصه تجاه هذا الارتباط. البنت كثير ظريفه، يعني مو حرام مو حرام كل هي الرقه نحاسبها لانه في شيء بعائلتها، مع انه انا برفض هذا الحكي نهائيا. عائلتها المباشره كثير ظراف. هي انت عم تقول عائلتها المباشره وهدوك البعاد ما لهم تاثير؟ هدوك شو بدنا فيهم نحن؟ انا قلي بالبنت، امها كثير ظريفه وعند هذا المسكين اخوه والله يسر له. اي والله قلبي احترق عليه مسكين، راح يكد مشان العيلة وصار معه هيك مسكين. اكيد انقهرت عليه ما هيك؟ يعني ايه ولا ايه، لانه الموضوع واضح مثل عين الشمس، ولا لانه هي مرض يعني تصدق لهلا. يا قلبي عليها. ايها ايها هيك بدي اياكي. لك حسام انت بتعرفني منيح، يعني ما بعرف شلون بدي فهمك القصه. هذا الموضوع لو صار مع ناس تانين، يعني مع أم تانية وعمة تانية، إيه أنا ما كانوا خلصوا من لساني. بس سبحان الله لما القصة بتصير معنا نحنا تختلف. يعني يمكن لأنه الأم أو العمة تتمنى لأبنها أحسن شيء. وأمنيتك تحققت، صدقيني أنا عندي أحسن شيء هلا. خلص حبيبي ولا يهمك. الله يهنيك وحياة عينك، رح احطها جوا عيوني من جوا. الله يخلي لي اياك يا رب. الله يخلي لي اياك يا رب. ان شاء الله تكون لحمة طيبة. ايه انا باخر يوم من الفحص بنفس اليوم هاك انشقيت كل شيء. انت لسا زادتيون هاي؟ ايه ما بتعرفي بركي رسبنا. نتلاول لو معقول نرسب ما بنعملها. نغم حبيبتي خالك على التليفون. يلا الو. اي خاله اكيد جوعناكي مام، بس شو بدي ساوي يا حبيبتي؟ خلصت جرة الغاز، لبين ما ركبت جرة غاز جديدة اخذ معي وقت، بس وحياتك وحياتك نص ساعة بيكون الاكل جاهز. لا لا خالي ما في مشكلة متعودة. ولا يهمك.
شو طولت عليكي؟ لا لا ما في مشكلة. شو الوقت عندهم بكندا؟ بيفيق خالك من هالوقت؟ ايه بكير كتير، من السبعة الصبح بيفيق. يا حرام على العيشة، في أحلى من النوم للساعة 12. لا والله ما في، أنا جعت كتير مع الإيدي. ماما شو صار بالغدا؟ أنا جعت كتير. شوي حبيبتي وبيكون جاهز. يعطيك العافية. الله يعافيكي. شي يوم يا ست فاطمة ما رح خليكي تروحي، حقعدك ونتغدى سوا وتحكي لي كل التفاصيل. شو بدك بوجع هالقلب يا أنسة بسمة؟ تفضلي. يسلموا هالإيدين. وإيديكي. ما رح تسمع غير الهموم. لكان عمرك سمعتي وحدة صحلها تكون غير هيك واشتغلت هالشغلة؟ لا تقولي هيك فاطمة. الشغل الشريف ما بيعيب حدا. بعدين شي مرة أنا حسستك يعني. لا أعوذ بالله. أنتي ما في منك والله. بس مو كل العالم هيك. بعينك الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. كم بعد بكرة إن شاء الله؟ أكيد أكيد. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا يا هلا. الله معك فاطمة. يلا السلام عليكم. ليش حاطة مغلق؟ فكرتك مسكرة، قلت رح أرجع. كنا عم نظف الصيدلية. شلونك تمام؟ طبعا شو لك عم؟ بدي أوفر عليك. حاجة المطاعم كفتريال. لك شو توفري ما توفري، الله يسامحك بجهنم. ايه كمان عشان ما نطول نتجوز. بس لولا موضوع خالتي. يا سيدي الله يعافيها. حبيبي انا ما بتفرق معي حفلات وهيك قصص، المهم نكون سوا. هاتي هاتي. وين الشوك والسككي؟ المطبخ. انا رح اجيبهم، مو هذا بيتي؟ ايه لك كان شو؟ مو بيتي. قصة ومريت فيها. خلص راحت. يعني هلا انت منيحة؟ ماشي حالي. ايام عم تمضى. ايام عم تمضى؟ بس ما اللي عم تحكي ولا انا غلطان؟ والله يا رامي بس ما بذاتها. في تجارب تكسره للبني ادم من جوا. هلا انا ما بدي اضغط عليكي، بس انت وعدتي انه بدك تحكي لي. انا ما قلت لك بس انه رح احكي لك. قلت لك ممكن احتاجك. ما بعرف تسمعني؟ تفهمني؟ توعدني انه ولا كلمة تطلع لبرا؟ هلا انا مشكلتي الوحيدة اخوك العظيم، يعني بحس بالخيانة اذا خبيت عليه شيء. شفت؟ خلص لكان بلالك هالاحساس بالذنب ووجعة الراس. بس يعني اذا فكرنا بالموضوع من جانب تاني، اكيد اخوك العظيم رح يكون مبسوط لاني وقفت معك وانت محتاجتيني، واكيد هذا الشيء اهم عنده من انه انا خبيت عليه شيء ولا لا. ما هي خلص احكي احكي. اكيد. لا يا شريك احكي. خلينا نكمل اكل. والله يا فرح ماني عارفان شو بدي اقول لك. انا منيح يعني بعرف حالي منيح، بس اليوم ما بعرف شو صار لي، يمكن مرهق شوي. يمكن اكيد. خلص اكرم معلش ما بقى نحكي بالقصه، يلا خلينا ناكل. يعني شو؟ ما يعني شيء، يعني خلينا نكمل اكل وبس. مصدقتيني انه مصدقتك. خلاص لا تعمل لها ايدين ورجلين للقصة. اساسا يعني انا ما بعرف كيف هيك صار، ما لازم يعني بدون شيء رسمي بيناتنا ما لازم. طولي بالك، شو الحكي اللي عم تحكي؟ نحن بحكم الزوجين، بس المسألة مسألة وقت مو اكتر ولا اقل. يلا مو مشكلة،
بس يعني بس شو؟ طالما انت مصر تحكي بالقصة هلا هذا الشيء بده علاج ومتابعة ما هيك؟ لك شو علاج ومتابعة وهالحكي اللي عم تحكيه؟ ما فيني البلا انا، في براسي مليون قصة ومتوتر من مليون قصة. شو هذا يا؟ نحكي معه من الشرق بجاوبنا من الغرب؟ علاج وما علاج؟ استغفر الله العظيم على القصة. يلا خاب أملك فيي ما هيك؟ بصراحة إيه. والله؟ أنا قلت إنه أنت الوحيد اللي ممكن أحكي لك لأن ممكن تتقبل. بس ما مو لأنه حبيتي ولا لأنه ولا لأنه حبيتي بهي الطريقة، بس لأنه ما عرفتي كيف تختاري شخص مبين إنه عم يلعب وكذاب، كيف اقتنعتي فيه؟ وتبين هيك بعدين إلا كمان إذا إلا إذا شو؟ لسه بدنا ندور على احتمال إنه يكون عنده مبررات يعني؟ رامي أنا ما عم بحكي لك لتقعد تحاكمني، ما إلك حق، شوف أسلوب حياتك قبل ما تحاكم الناس. شوفي بسمة، أنا إلي حق ومليون حق، نحن ربيانين سوا وكل العمر أنت معي أكثر مما كانت معي أختي رهف، وما في داعي تسكريني بنمط حياتي لأني أنا ما عم حاكمك على نمط حياتك، أنا عم حاكمك على شغلة واحدة بس، كيف بتختاري هيك شخص؟ هلأ بعد كل شي حكيت لك يا بدك تقلي انه انا كان ممكن من الاول حس انه هو كذاب او انه لازم اكون حذره؟ طبعا طبعا، مدير رفقاته عاداتهم هذا الحكي الفاضي على انه بده يغير الكون، هو كل شيء عامله فاتح مكتبه وقاعد فيها. لا والأسوأ من هيك هذا الحكي تبع انه انا بدي اعرف كثير اللي معي منيح لحتى الا بحبك، يعني كيف مر هذا الحكي على راسك ولا كنتي خلاص مغيبه ومغسول دماغك يعني؟ رامي نحن ربيانين سوا على عيني وراسي، بس احكي معي باسلوب تاني لانه هذا الاسلوب مرفوض. مرفوض ولا مقبول بدك تسمعي، بس ما مجبوره تسمعي. كيف مر عليك هذا الحكي؟ ليش شو الحكي اللي بتستعمله انت لما بتطبق صاحباتك ما بيشبهه؟ انا اسفه طردني احكي بهالاسلوب. لا مو هذا الحكي اللي بستعمله لما بطبق صاحباتي، أنا بكون واضح من البداية وبقول ما بدي ارتبط، ما بكذب وبقول العكس. بعدين لحظة، أنت بمين عم تقارني حالك؟ ليش أنت مثلهم؟ هدول أغبياء، لو أنك أنت مثلهم أنا ما بحكي ولا حرف. خلص ماشي، مو غلط تحبي ولا غلط تحبي بهاي الطريقة يا بسمة، بس إمتى؟ إمتى؟ لما توثقي بالشخص لدرجة مطلقة. ليلي من غدا المزرعة هذا اللي حكيتي لي عنه، بس من غدا المزرعة هذا شخص بينوثق فيه؟ لك من كونه ابن رفيق ابن زهير بطيخ بينوثق فيه؟ قلت لك ما بعرف انه هذا الشب ابنه لزهير، بعرف انه رفيقه بس انا عم بحكي بالعموم، يعني هذا الحكي معقول؟ معقول يا بسمة؟ كثير عم تستعلي رامي كثير، ما توقعت منك هيك. من كتر ما حبت إليك يا فهيمي، خلص خلص تجربة مرت، يعني شو لا لازم تهزك ولا لازم تهزلك ثقتك بنفسك، هذا شخص ما بيسوى قرش، نسيه نسيه كلياته وما بدنا نعرف ليش هو هيك سوى. خلص تجربة مرت، ولمرة أنا كنت غبية، لا ولا كلمة، إيه لمرة أنا كنت غبية بحياتي، عدلك كم مرة كنت غبي بحياتي أنا؟ ليش عم تحاكمني لك؟ لك لأنك غير غير بس ما لا تخافي، خلص أنا معك، أنا تأخرت على شغلي لازم أروح. ماشي يلا، بدك شي شريك؟ شكرا باي. شغلة في عالم النساء قلت لي اسم الله حولك وحواليك، شو شغلة صرت مضحكة اليوم؟ أوكي هي حاولت تهون عليك الموضوع، بس شو عم تقول بقلبها يا حزرة؟ أكيد عم تقول كتير، ولي بلاوي بتكون عم تقول، معقول تكون حاطة براسها تنهي قصتنا؟
معقولة هيك؟ والله أنا هيك مو مزبوط عم بشتغل، بوصل للقاعدة وبرجع بنساها. مو حضرتك يا أستاذ اللي توصلت لقاعدة بتقول إنه المرأة لما تهملها هي اللي بصير تركض وراك؟ ليش بتنسى؟ ليش بترجع بتوقف قدامها مثل الضعيف اللي عنده شيء يعتذر عنه؟ لك شو صار يعني؟ هو إرهاق، خجل، لبكة، هيك شيء. ما في شيء تعتذر عنه. بكرة، من بكرة ها؟ ترجع بتتصرف معها عادي وكأنه ما صار شيء. لك مو عادي حتى، من فوق، فوق. مثل مالك بالعادة. يعني من بعد ما تعلمت هي القاعدة. هذا إذا ضلت معك. إذا بدها تتركها. من إلا بالناقص. إيه؟ بالناقص. هذا اللي كان لازم يصير. من بكرة. من بكرة بتنسى وبتتبلكها. تذكر منيح. من فوق، من فوق. من فوق. فاضية ولا عندها حدا؟ لا ما في عندها حدا، تفضلي. شكرا. ممكن أعرف ليش عم تسألي؟ لأنه هي بصراحة مكركبة من فترة وشايفتها ما عم تنزل لعندك، رغم إنها قالت إنه مستحيل تتركك بهالظروف. بقى شوفي. ما بعرف ليش حاسة إنه عندك فكرة عن الموضوع، بس على كل إن أنا بدي أقلك بس حتى ما تتشاطر وتنكر. بالقبل بدي اياكي توعديني ما تخبري حدا. لا لا مستحيل احكي لحدا. قولي شوفي. لحظة شوي. هذا موبايل ماجد، بس بالأول بدي اياك تشوفي الرقم. تعرفي؟ يا والله كأني بعرفه. هذا رقم لميس، بتحبي تتأكدي؟ يا والله هو. بدي اياك تنتبهي على التاريخ والوقت. هي الرسالة بعتت له اياها بس ما أراها للأسف. البقت اللي صاب فيه مع الجلطة. إذا بدك كمان في فولدر كامل بالرسائل اللي بيناتهم، بتحبي تطلعي عليها؟ أنا واجهت لأختك بهالشي، بس بصراحة مو وش لوش بعت لها رسالة، لأنه أنا ما بحب المشاكل. ردت علي ونكرت. شايفتك مصدومة. أنا لو بدي أذيها لأختك كنت أذيتها وخبرت أخواتك الشباب كمان، لأني ما بحب المشاكل وما بحب الأذية ما عملت شي. بس حبيت قلك حتى ما تعمل حالة بريئة وتنكر، إلا لأنه قريتك الرسالة وشوفي إذا بتنكر ولا لا. على كلين أرجوكي كرمالي ما تخبري حدا. لو بتعرفي كنت معتبرتها أختي ورفيقة عمري. أنا آسفة لأني كشفتها عن حقيقتها. إيه آسفة. أنا آسفة مرة تانية. أنت عم تتأسفي؟ ايه انتوا على سلامتكم، ما عملتوا لي شيء. مشكلتي مع لميس. وعك ها، انت وعدتيني ما تحكي ولا حرف، لا هلا ولا بعد 50 سنة. ليش هذا حكي بينحكى يا سوها؟ هذا حكي بينحكى. لا
راحت؟ شو بكي؟ بتعرفي؟ شو بدي اعرف؟ قولي لشوف. ما قلتي لي شيء. امي قلت لك انه انا ما في شيء اقول لك اياه هلا، لتكبري بقول لك، اوكي؟ لكن لا تتوقعي مني كون عادية ومثل ما بتعرفيني. ايه انا مالي صغيرة ولا غبية. في شيء متوقعته. إذا طلع صح وأنتي ساكتة عليه أنا ما رح أسكت. شو معود على الجروح في الشي.